Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
فَهُمْ لَا يُبْصِرُونَ
وسواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون إنما تنذر من اتبع الذكر وخشي الرحمن بالغيب فبشره بمغفرة وأجر كريم إنا نحن نحيي الموتى ونكتب ما قدموا وآثارهم وكل شيء أحصيناه في إمام مبين واضرب لهم مثلا أصحاب القرية إذ جاءها المرسلون إذ أرسلنا إليهم اثنين فكذبوهما فعززنا بثالث فقالوا إنا إليكم مرسلون قالوا ما أنتم إلا بشر مثلنا وما أنزل الرحمن من شيء إن أنتم إلا تكذبون قالوا ربنا يعلم إنا إليكم لمرسلون وما علينا إلا البلاغ المبين قالوا إنا تطيرنا بكم لئن لم تنتهوا لنرجمنكم وليمسنكم منا عذاب أليم قالوا طائركم معكم أئن ذكرتم بل أنتم قوم مسرفون وجاء من أقصى المدينة رجل يسعى قال يا قوم اتبعوا المرسلين اتبعوا من لا يسألكم أجرا وهم مهتدون وما لي لا أعبد الذي فطرني وإليه ترجعون أأتخذ من دونه آلهة إن يردني الرحمن بضر لا تغن عني شفاعتهم شيئا ولا ينقذون إني إذا لفي ضلال مبين إني آمنت بربكم فاسمعون قيل ادخل الجنة قال يا ليت قومي يعلمون بما غفر لي ربي وجعلني من المكرمين وما أنزلنا على قومه من بعده من جند من السماء وما كنا منزلين إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم خامدون يا حسرة على العباد ما يأتيهم من رسول إلا كانوا به يستهزئون ألم يروا كم أهلكنا قبلهم من القرون أنهم إليهم لا يرجعون وإن كل لما جميع لدينا محضرون وآية لهم الأرض الميتة أحييناها وأخرجنا منها حبا فمنه يأكلون وجعلنا فيها جنات من نخيل وأعناب وفجرنا فيها من العيون ليأكلوا من ثمره وما عملته أيديهم أفلا يشكرون سبحان الذي خلق الأزواج كلها مما تنبت الأرض ومن أنفسهم ومما لا يعلمون وآية لهم الليل نسلخ منه النار فإذا هم مظلمون والشمس تجري لمستقر لها ذلك تقدير العزيز العليم والقمر قدرناه منازل حتى عاد كالعرجون القديم لا الشمس ينبغي لها أن تدرك القمر ولا الليل سابق النهار وكل في فلك يسبحون وآية لهم أنا حملنا ذريتهم في الفلك المشحون وخلقنا لهم من مثله ما يركبون وإن نشأ نغرقهم فلا صريخ لهم ولا هم ينقذون إلا رحمة منا ومتاعا إلى حين وإذا قيل لهم اتقوا ما بين أيديكم وما خلفكم لعلكم ترحمون
وما تأتيهم من آية من آيات ربهم إلا كانوا عنها معرضين وإذا قيل لهم أنفقوا مما رزقكم الله قال الذين كفروا للذين آمنوا أنطعم من لو يشاء الله أطعمه إن أنتم إلا في ضلال مبين ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين ما ينذرون إلا صيحة واحدة تأخذهم وهم يخصمون فلا يستطيعون توصية ولا إلى أهلهم يرجعون ونفخ في الصور فإذا هم من الأجداث إلى ربهم ينسلون قالوا يا ويلنا من بعثنا من مرقدنا هذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم جميع لدينا محضرون فاليوم لا تظلم نفس شيئا ولا تجزون إلا ما كنتم تعملون إن أصحاب الجنة اليوم في شغل فاكهون هم وأزواجهم في ظلال على الأرائك متكئون لهم فيها فاكهة ولهم ما يدعون سلام قولا من رب رحيم وامتازوا اليوم أيها المجرمون ألم أعهد إليكم يا بني آدم أن لا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين وأن اعبدوني هذا صراط مستقيم ولقد أضل منكم جبلا كثيرا أفلم تكونوا تعقلون هذه جهنم التي كنتم توعدون اصلوها اليوم بما كنتم تكفرون اليوم نختم على أفواههم وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم بما كانوا يكسبون ولو نشاء لطمسنا على أعينهم فاستبقوا الصراط فأنى يبصرون ولو نشاء لمسخناهم على مكانتهم فما استطاعوا مضيا ولا يرجعون ومن نعمره ننكسه في الخلق أفلا يعقلون وما علمناه الشعر وما ينبغي له إن هو إلا ذكر وقرآن مبين لينذر من كان حيا ويحق القول على الكافرين أولم يروا أنا خلقنا لهم مما عملت أيدينا أنعاما فهم لها مالكون وذللنا لهم فمنها ركوبهم ومنها يأكلون ولهم فيها منافع ومشارب أفلا يشكرون واتخذوا من دون الله آلهة لعلهم ينصرون لا يستطيعون نصرهم وهم لهم جند محضرون فلا يحزنك قولهم إنا نعلم ما يسرون وما يعلنون أولم يرى الإنسان أنا خلقناه من نطفة فإذا هو خصيم مبين وضرب لنا مثلا ونسي خلقه قال من يحيي العظام وهي رميم قل يحييها الذي أنشأها أول مرة وهو بكل خلق عليم الذي جعل لكم من الشجر الأخضر نارا فإذا أنتم منه توقدون أوليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر على أن يخلق مثلهم بلى وهو الخلاق العليم إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجعون لا إله إلا الله والله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد
بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد لا إله إلا الله والله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد لا إله إلا الله والله بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس لا إله إلا الله والله بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين رب اغفر لي ولوالدي آمين بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة مما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يئوده حفظهما وهو العلي العظيم لله ما في السماوات وما في الأرض وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوا يحاسبكم به الله فيغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء والله على كل شيء قدير آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه قل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا
إن نسينا وأخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا وارحمنا واعف عنا واغفر لنا وارحمنا واعف عنا واغفر لنا وارحمنا واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين ارحمنا اللهم
صلي وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. يا الله يا قديم 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 يا الله يا سميع يا بصير يا بصير يا سميع يا بصير يا سميع يا بصير يا سميع يا بصير يا يا بصير يا سميع يا يا مبدئ يا خالق يا خالق يا مبدئ يا خالق يا مبدئ يا خالق يا مبدئ يا خالق يا يا حفيظ يا نصير يا وكيل يا الله يا حفيظ يا نصير يا وكيل يا 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 يا حي يا قيوم برحمتك استغيث يا حي يا قيوم برحمتك استغيث يا حي يا قيوم برحمتك استغيث لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين يا لطيف 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 يا رحمن يا رحيم 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 أستغفر الله العظيم إنه كان غفارا 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 اللهم صل على سيدنا محمد قد أدخلت يدركني يا رسول الله اللهم صل على سيدنا محمد قد أدخلت يدركني يا رسول الله اللهم صل على سيدنا محمد قد أدخلت يدركني يا رسول الله اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما داما على سيدنا محمد الذي تنحل به الأقد وتنفرج به الكرب وتقضى به الحوائج وتنال به الرغائب وحسن الخواتم وإن تشكر الأمام بوجه الكريم وعلى آله وصحبه بكل لمحات ونفس بعدد كل ما لك اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما داما على سيدنا محمد تنخل في الوقت وتنفرج في القرب وتقضى في الخوائج وتنال في الرغائب وحسن الخوات وإستشكى الغمام بوجه الكريم وعلى آله وصحبه بكل لمحات ونفس بعدد كل ما لهم لك اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنخل في الوقت وتنفرج في القرب وتقضى في الخوائج وتنال في الرغائب وحسن الخوات واستشكى الغمام بوجه الكريم وعلى آله وصحبه بكل لمحات ونفس بعدد كل ما اللهم صل على صلاة تنجينا بها من جميع الأهوال والآفات وتقضي لنا بها جميع الحاجات وتطهرنا بها من جميع السيئات وترفعنا بها عندك على الدرجات وتبلغنا بها أقصى الغايات من جميع الخيرات في الحياة وفي الدنيا
اللهم صل على سيدنا محمد صلاة تنجي نبيا من جميع الأهوال والآفات وتقضي لنا نبيا جميع الحاجات وتطهر نبيا من جميع السيئات وترفع نبيا إلى أعلى الدرجات وتبلغ نبيا أقصى الغايات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات اللهم صل على سيدنا محمد صلاة تنجي نبيا من جميع الأهوال والآفات وتقضي لنا نبيا جميع الحاجات وتطهر نبيا من جميع السيئات وترفع نبيا عندك أعلى الدرجات وتبلغ نبيا أقصى الغايات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات يا بديع 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 نويت تقربا إلى الله أفضل الذكر فاعلم أنه لا إله إلا الله لا لا إله إلا الله محمد رسول الله.
اللهم صل على محمد اللهم صل عليه وسلم اللهم صل على محمد اللهم صل عليه وسلم اللهم صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم سبحان الله سبحان الله عدد ما خلق الله سبحان الله عدد ما خلق الله يا الله يا رحمن يا الله يا رحيم يا الله يا يا الله يا رحيم يا الله يا رحمن يا الله يا رحيم ارحمنا اغفر لنا ذنوبنا واكشف عنا كربتنا اغفر لنا ذنوبنا واكشف عنا اغفر لنا ذنوبنا واكشف عنا كربتنا اللهم صل على حبيبك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على حبيبك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم اللهم صل على حبيبك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم أجمعين Bapak Supandarmo Yono, Bapak Haji Ahmad sekalian, Bapak Master sekalian, kami akan berdoa kepada Allah Subhanahu wa Taala untuk syaudzillahul Fatihah. Alhamdulillah. Iya kan Allah, iya kan Allah. Maha Suci Allah Rohi. Iya kan. Jalannya itu sama sekali. Wa taqdila nabiha jami'al hajat
وتطهرون بها من جميع السيئات وترفعون بها عندك على الدرجات وتبلغون بها كسر الغيات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الموت اللهم ربنا تقبل وأوت ثواب ما قرأناه من سورة الفاتحة ومن سورة الياسين ومن سورة الإخلاص ومن سورة المويتتين ومن هذا القرآن وما هللناه وما سبحناه وما استغفرناه وما صليناه وغير ذلك هادية واسلة ورحمة نازلة وبركة سامرة وإلى خاطرة حبيبنا وشافعينا وقرة أعيننا سيدنا ومولانا محمد وآله وأزواجه أولاده وذريته وأهل بيته وإلى جميع إخوانه بالأنبياء المرسلين والأولياء والشهداء الصالحين والصحابة والتابعين والعلماء العاملين والمصنفين وجميع الملائكة المقربين حسن سلطان أولياء شمس القدر الجلال رضي الله عنه وإلى جميع أهل القبور والمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات من مشارق الأرض مغاربها بل وبحر غصن أرواح آبائنا وأمهاتنا وأجدادنا وجدتنا ومشايخنا ومشايخنا وشهد ياسيننا وغزنا شن أهلك وشاف الجلبي صاحب رجائي بوس والدني اللهم اغفر لها وارحمها وعافيها وفنى اللهم اغفر لها وارحمها وعافيها وفنى اللهم اغفر لها وارحمها وعافيها وخصوصا وخصوصا إلى أرواح من ذكرت أسماؤهم في هذا المجلس اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافهم وابنهم واجعل الجنة مأواهم اللهم تقبل جميع أعمالهم واغفر ذنوبهم اللهم اجعل ما قرأناه سترا لهم من النار وفداء لهم من النار وحجابا لهم من النار ودابعا لهم من النار وإذقا لهم من النار وسلامة لهم من النار إنك على كل شيء قدير اللهم نور قبورهم وواسع قبورهم واجعل قبورهم نعاما لهم برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم انزل رحمة والمغفرة إليهم اللهم انزلهم منازل عالية مباركة إنك على كل شيء قدير ربنا اغفر لنا والإخوة الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين ربنا إنك رؤوف رحيم اللهم ثبت إيماننا ونور قلوبنا وبارك في موقيتنا وبارك لنا فيما علمتنا وبارك لنا فيما رزقتنا وبارك لنا فيما أسمائنا وأبصارنا وقلوبنا وبارك لنا فيما أزواجنا وأولادنا وذريتنا وبارك لنا فيما علومنا وأعمالنا وفي أمرنا وحياتنا وسلمنا بالدنيا والآخرة اللهم نور قلوبنا بنور هدايتك كما نور الأرض بنور شمسك أبدا أبدا برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والغنى والعفة اللهم إنا نسألك المتابعة لرسولك محمد صلى الله عليه وسلم في أقواله وأفعاله وأقواله اللهم إنا نسألك الاستقامة والإخلاص في عبادتك يا الله يا رحمن ارحمنا اللهم اكتب لنا بخاتمة السعادة واجعلنا من الذين سبقت لهم الحسنى وزيادة بجاه سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم للشفاعة والأهلي والصبي والشهيدة والشهيدة وسيدنا أبي العباس قاضي المسمى بل يبنى مكان ذو الاستقامة وسيدنا غوث العظم الشيخ عبد القادر الجيلاني رضي الله الكرامة ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اللهم لي
سيدنا محمد دب القلوب ودوائها وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وضيائها وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد دب القلوب ودوائها وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وديائها وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد دب القلوب ودوائها وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وضيائها وعلى آله وصحبه وسلم. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الهوى لمقتحم يا رب بالمصطفى. بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم يا رب بالمصطفى. بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم يا رب بالمصطفى. بلغ مقاصدنا واغفر لنا